خالد شخصية مركبة، محب للحياة، عاش حياته مثل ما بده. بالنسبة لنا شريك بنجاحاتنا، شريك بحضورنا. شيء مؤسف انه نحن عم نودع خالد خليفي عوض ما نطلع من حفل لتوقيع احد كتبه احد رواياته. يعني قديش كانت الحرب يعني ربما اصابته في مقتل. خالد شخصية مركبة، محب للحياة، عاش حياته مثل ما بده. بصراحة أكثر حدا فينا تحدى كل الظروف والواقع وقدر يضل يضحك يمكن لحتى مات. يعني كتبت له كلمتين، قلت له عشت مثل ما بدك، أرجو أنه تكون متت مثل ما بدك. ولا في حياته عاش بوحدة، دائما مع أصدقاء، دائما تليفوناته شغالة، بمصياف بتلاقيه، بنلاقيه، ما ممكن يكون لحاله يعني أبدا أبدا. خالد مجرد كاتب وروائي و قامة أدبية وفنية، هو بالنسبة لنا شريك بنجاحاتنا، شريك بحضورنا بالدراما المهمة اللي كانت موجودة وإن شاء الله ترجع مثل ما كانت وأحسن. هو شريك للأستاذ الكبير هيثم حقي والمجموعة هي اللي طلعت بهي الفترة واللي قدموا أعمال كتير مهمة. وقت نفقد خالد كأنه عم نفقد جزء منا من هي الدراما. الله يرحمه. معرفتي بالسنوات الأخيرة بخالد أو كانت لقاءاتنا كتير قليلة، كونه كان هو دوما على ترحال دائم بين دمشق وبيروت وعواصم أخرى. طبعا أنا بعض نعرفه من أعماله التلفزيونية، شاهدنا له أعماله التلفزيونية وهو كان كاتب متميز فيها. أعماله الروائية قرأت تقريبا أغلب أعماله الروائية. عم بقول كنت وبرجع بقول إنه شيء مؤسف انه نحن عم نودع خالد خليفي عوض ما نطلع من حفل لتوقيع احد كتبه احد رواياته، نطلع من مكان نناقش فيه احد اعماله التلفزيونيه، انه عم نطلع لنقول لبعضنا العمر لكم. شيء محزن كثير، شيء مؤسف، وهيك عم نودع بعضنا. يعني نحن اخر مره كنا بعزاء الكبير اسامه الروماني، واليوم خالد خليفي، وما بنعرف بكره مين. الله العلي، العمر لكم جميعا. العزلة المثقف يعني غالبا ما يميل للعزلة أكثر، بس كان هذا ما منعه من محبة الكل وإبداء المحبة. يعني في ناس كتير بتلاقيهم محبين بس مو قادرين على التصريح عن محبتهم. هو خالد كان يفصح، يعني كانت تنشاف المحبة منه على طول دائما مع الكل. يعني هذا اللي بيخلي عم يسألوني من مبارح إنه شو السر بالوقت اللي هو ما كان يمكن أحد نجوم الكتابة للسيناريو، وإن كان بس المحبة الكبيرة طبعا هي، أنا برأيي هي شغلة لا تقل أهمية عن 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 أهميته ككاتب أو روائي. كان يعني عنده رصيد كبير من المحبة. هلا حقيقة يعني أنا دائما بقول هي القصة، وبتمنى إنه ما حدا يقول رسالة غير صاحب الرسالة، ودائما بنتمنى كلنا اللي بنكتب بنقول. هو طبعا لم يعجز عن توصيل كم كبير من الرسائل، ولكن يعني نتمنى أنه ما حدا من زملائنا أنه يقول رسالتنا بدالنا. أنا بدعو الكل اللي ما له قاري لخالد خليفة أنه هو يقراه، لح يلاقيها للرسائل تبعاً، لح يشوف قديش هو كان يعني محب لهذه الأرض ولكل ما ينتج عن هذه الأرض، وقديش كانت يعني قديش كانت الحرب يعني ربما أصابته في مقتل. هذا الحزن على حال البلد، على ما قالت إليه البلد.